الملوخيه حابين نوريكم تقريبا هو بياكل معانا قد ايه. احنا معانا هنا غطيان كبيره، دول كده 3 غطيان، بعد كده معانا كده 6، كده معانا 9 غطيان، بعد كده 10، 11 بصل، كده 12، 13. خد معايا بالظبط 14 بطه كبير، انا كده حاطه المقاس الكبير مش المقاس الصغير كمان. في معانا هنلاقي في المنظم هنا زي مسامير، هيجي المنظم معاه مسامير عشان اعلقه، يا اما اعلقه في الحيطه او في الدرفه بتاعت المطبخ بتاعتي. ايه فايدته ان انا هعلقه؟ ان انا عندي غطيان بيبقى فيها الشفه دي، الشفه دي لازمتها ايه؟ ان النهارده وانا معلقه البطه اقدر ان انا استفيد بالجزء اللي تحت، ان انا احط الغطيان معايا بالطريقه دي، اذا كانت غطيان برضه صغيره او كبيره، فانا مش بس هحط 14 بطه فوق، لا انا كمان هكمل الباقي بتاعي تحت.